السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. تواصلت المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع، وتتلقى الميليشيات الحوثية ضربات موجعة على يد أبطال الجيش والمقاومة في مريس في ظل احتدام المعارك العنيفة في المنطقة وسط انكسارات متتالية للميليشيات وسقوط عشرات القتلى في صفوفها. حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة، ووفقا لموقع الجيش سبتمبر نت فإن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تمكنت فيها من تحرير مواقع غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس، وواصلت تقدمها باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي وأسر اثنين آخرين واستعادت عربتين. عقد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مايكل لولسغارد اجتماعا بالفريق الحكومي في اللجنة، وناقش الاجتماع اللمسات الفنية النهائية لآلية تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الحديدة وتحديد موعد التنفيذ، وتمكن لولسغارد من الوصول إلى مقر الاجتماع شرق مدينة الحديدة بعد ساعات من عرقلة متعمدة من قبل الميليشيات الحوثية. وقالت مصادر في اللجنة المشتركة لمراسل سهيل إن الميليشيات سمحت لرئيس اللجنة بالمرور بعد اتصالات أجراها بأطراف وجهات دولية. هذا وتواصل ميليشيات الحوثي منع برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر لإجراء عملية تبخير للمواد الغذائية من أجل الحفاظ عليها وتوزيعها. وذكرت مصادر حكومية أن عملية المنع تأتي من دون أي مبرر، وتضم شركة مطاحن البحر الأحمر أضنانا من مادة القمح معرضا للتلف، وقصفت الميليشيات الحوثية المطاحن عدة مرات وتسببت في إحراق أجزاء منها وإتلاف كميات كبيرة من القمح المخزن فيها. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قوله إن التحالف دمر قبل يومين قاربا مفخخا تابعا لميليشيات الحوثي الإنقلابية. وأضاف المصدر للصحيفة أن القارب انطلق من منطقة اللحية شمال مدينة الحديدة بهدف تنفيذ عمل إرهابي واستهداف الملاحة البحرية، وأوضح أن قوات التحالف دمرت القارب في الحال. اتهمت شركة صافر النفطية ميليشيات الحوثي بنهب النفط الخام المخزون في أنبوب النفط الممتد من مأرب وحتى ميناء رأس عيسى في الحديدة، وتتم عملية نهب النفط من الأنبوب في إحدى مناطق محافظة ريما. وحذرت الشركة في بيان من خطورة إفراغ النفط الخام من الأنبوب والذي سيعرضه للتآكل والصدى. وسبق للميليشيات الحوثية ثقب الأنبوب في منطقة الضحي بالحديدة ونهب النفط الخام، وتسببت في حدوث انفجار سقط فيه عشرات المدنيين قتلى وجرحى. استشهد 4 جنود وأصيب آخر عقب تعرض دوريتهم لكمين مسلح بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت. مصدر بالمنطقة العسكرية الأولى قال إن عبوة ناسفة انفجرت في طقم لكتيبة المهام الخاصة أعقبها إطلاق نار من قبل مسلحين بمنطقة تريس على مدخل مدينة سيئون، موضحا أن الطاقم كان في مهمة تأمين قافلة إغاثية. كما استشهد جنديان وأصيب آخران إثر مهاجمة مسلحين قوات الشرطة العسكرية غربي مدينة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين هاجموا مقر الشرطة العسكرية في شارع المرور لتندلع اشتباكات أسفرت عن استشهاد جنديين ومقتل أحد المسلحين المهاجمين. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات جاءت عقب خلافات بين مسلحين وأفراد يتبعون الشرطة العسكرية، وأشارت إلى أنه تم السيطرة على الوضع ويجري حاليا ملاحقة المسلحين. أشارت إحصائية جديدة لمكتب الصحة والسكان في محافظة تعز إلى وفاة 25 شخصاً في المحافظة خلال 3 أشهر الماضية بعد إصابتهم بوباء الكوليرا، فيما بلغت عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى 6000 حالة. تأكد مخبرياً إصابة 391 حالة منها بوباء الكوليرا. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع الوفيات بمرض الكوليرا في اليمن إلى 291 حالة منذ بداية العام الجاري في موجة انتشار جديدة للوباء. نهاية الموجز، في أمان الله.